سؤالي الأول هو حول سلسلة من التغييرات والإصلاحات التي أجرتها قطر خلال السنوات الأخيرة من ضمنها إصلاح القوانين لمنح العمال حرية التنقل والإنتقال الوظيفي، لكن العديد من العمال الأجانب لم يستفيدوا بعد من هذه التغييرات، ما هو المطلوب في رأيك لكي يعني تتصحح الأحوال في قطر فيما يتعلق بالعمال الأجانب؟ شكرا سدافه يعني ساجيبك بالمثله المغربيه التي تقول سابتدي من الاخر وابتدي من الاخر يعني ان بكل وضوح لن تتحسن وضعيه العمال الوافدين في قطر قبل ان يتم تفكيك نظام الكفاله بالكامل وعني بذلك أن لا يجب ربط وضعية العمال الوافدين مع أصحاب العمل بطريقة يعني واضحة كما جاري العمل في دول العالم أخرى يجب أن تكون هناك إمكانية لتشكيل نقابات والانضمام إليها يجب أن تكون هناك إمكانيات للإضراب يعني للاشتكاء لتقديم شكاوى بدون خوف من عواقب كل هذه الحقوق يعني هي حقوق بديهية في العديد من دول العالم يجب أن تطبق في قطر لكن الاصلاحات تبقى حبرا على ورق عندما لا يكون التنفيذ عندما يكون التنفيذ ضعيفا وعندما تكون اليات نفاذ القانون يعني مراقبه تنفيذ الاصلاحات من طرف الدوله ضعيفه كذلك، ساعطيك مثالين بسيطين، ظاهره مصادره جوازات السفر مثلا، هي نظريا ممنوعه في قطر، لكن في الميدان هناك حالات كثيره او يعني بالالاف ربما من جوازات السفر المصادره، لا زالت هذه الحاله شائعه حتى الان. نظام حماية الرواتب، فهو موضوع من طرف الدولة القطرية، لكن هناك حالات عديدة تم توثيقها لعمال لم يتوصلوا برواتبهم بعد شهور، وحتى عندما يقدمون شكاوى لا يتوصلون بمستحقاتهم بالكامل.